الطبيب للملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن اللجان الأممية أو عن التقارير الصادرة عن الهيئات الأممية بشكل عام. إذا كاين هناك إشكالات متعلقة بالتزامات الدولة في هذا المجال. كان المفروض كذلك في هذا الوقت أن الدولة تقوم يعني بنشر هذه الملاحظات الختامية والتوصيات، لكنها لم تقم بهذا الأمر، ونعرف جيدا أنها لن تقوم بهذا الأمر. ولدينا كذلك نحن مسؤولية كجزء من المجتمع المدني أن نقوم بواجبنا تجاه يعني الرأي العام، تجاه المهتمين بقضايا حقوق الإنسان بشكل عام وبقضايا التمييز العنصري، أن نقوم يعني بمحاولة التعريف من جهة بهذه الخلاصات وبهذه الملاحظات الختامية، ومن جهة أخرى أن نقوم كما قال رفاق قبلي بمتابعة مدى تنفيذ الدولة لهذه الالتزامات الخاصة بالخلاصات والخاصة بالملاحظات الختامية. إذا بالنسبة لهذا التقرير، هو كما سبق الذكر أنه قمنا به كلجنة ديال المنظمات المغربية لمتابعة يعني التوصيات الختامية، و يعني مناقشة يعني التقرير الذي سبق أن قدمه المغرب، بالإضافة إلى التقارير الموازية التي قدمها يعني المجتمع المدني المغربي، خلصت لجنة الاتفاقية إلى مجموعة من الملاحظات ومن التوصيات اللي كنعتبروها أساسية ومهمة يجب على الدولة أن تنفذها. من بين هذا لأنه ما يمكنناش نطرقوا الجميع الخلاصات والتوصيات، ولكن غادي نحاول نعطي بشكل عام مضمون ديال هاد التوصيات وديال هاد الملاحظات. أولا اللجنة قامت يعني بإعطاء ملاحظات عامة. اولا كتعلق هذه الملاحظات العامه بان الدوله المغربيه لا زالت لم تصادق على مجموعه من البروتوكولات الخاصه المتعلقه بالبروتوكول الثاني الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، البروتوكول الاختياري المتعلق بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، وبالبروتوكول كذلك الخاص باتفاقيه حقوق الطفل. وهذا الشيء حنا كنعرفوا لانه مثلا بالنسبه للبروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه، المغرب ما بغاش يصادق عليه لان في عقوبه الاعدام، والمغرب مازال متشبث يعني بهذه العقوبه اللي كنعتبروها قاسيه ومهينه وحاطه بالكرامه الانسانيه. هو هناك التزام اولي لهذه الدول من اجل نشر محتوى هذه الاتفاقيات على نطاق واسع، وخاصة في الأوساط المتعلقة بالمسؤولين المكلفين بإنتاج القوانين، لأنهم خصهم يكونوا عارفين من أجل التطبيق ديالها السليم. المسألة الثانية هو أنه كاين التزام آخر، وهو ضرورة ملائمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. وكنوجدوا أن المغرب عنده جوج إشكالات على هذا المستوى. اولا انه ما يعملش على نشر الاتفاقيات بشكل واسع، كل ما يمكن ان يقوم به هو نشر هذه الاتفاقيات في الجريده الرسميه، وبالتالي اللي عنده الامكانيه ديال الاطلاع راه كيقوم بهذا العمل، واللي ما كيديرش هذا العمل بمعنى انه ما كيكونش هناك واحد النشر واسع. حتى هو كاين في مشكله اخرى ديال انه ما كاينش هناك لجوء بشكل كبير للقضاء من اجل الانصاف، نظرا لطبيعه القضاء في المغرب، واللي ما يمكنش في جميع الحالات انه نوجدوا انه هناك انصاف للضحايا ديال التمييز العنصري. المشكله الثانيه هي المتعلقه بهشاشه الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري، واللي ما كتلجاش يعني للوسائل الانصاف والقضاء الا في حالات محدوده جدا. وكذلك كنوجدوا على انه ما كاينش هناك كيف ما قلت البنود ديال هذه الاتفاقيه ما تمش يعني ملائمتها في القوانين والتشريعات الوطنيه. اذا المغرب مطالب على انه يوضع واحد التعريف في القوانين المغربيه، وبالتالي يوضع كذلك السبل والاليات اللي كتمكن المواطنات وغير المواطنات والمواطنين وغير المواطنات والمواطنين المغاربه من اجل اللجوء لاليات الانتصاف.
هي لغة رسمية. اليوم مازال كنشوفوا بأن اللغة الرسمية الأساسية في المغرب هي الفرنسية، ماشي لا هي العربية ولا هي الأمازيغية. العربية يمكن كتستعمل بواحد شكل أو بآخر، لكن كتبقى الفرنسية هي الطاغية على يعني المحتويات ومضامين ديال كل المذكرات وكل الوثائق الخاصة بالإدارات المغربية. كنوجدوا أن الأمازيغية لازت هذاك الطابع ديال ترسيم ديال الأمازيغية، مازال ما كاينش على أرض الواقع، مازال ما كنشوفوش الأمازيغية كتستعمل إلا فقط كعناوين كيف ما دايرين حنا اليوم، لأنه باقي خص يدار فيها واحد المجهود كبير من أجل أنها تكون الأمازيغية اللي هي لغة رسمية موجودة يعني بشكل أساسي في كل المعاملات الإدارية وغيرها. كاين كذلك